السمك يتسابق لطاعه كلام المسيح المجد، والبشر بعيد عن الكنيسه، بعيد عن المسيح. المعجزات اللي ذكرت للمسيح المجد في العهد الجديد كتبت كامثله عشان الناس اللي تسمعها وتقراها وتفهمها تؤمن ايمان يقيني ان بالحقيقه المسيح والله الذي ظهر في الجسد من اجل خلاص كل من يؤمن به تاكل له حياه ابديه. طب ايه المعجزات اللي بتاكد كده؟ كل المعجزات، يعني مثلا معجزه زي معجزه صيد السمك الكثير. المسيح كان مع التلاميذ في السفينه، في سمك، قالوا له احنا تعبنا الليل كله ايه ولا بنصطاد شيء، وما حلفتهم صيد السمك، تعبنا الليل كله بنصطاد شيء. قال لهم طب ادخلوا الى العمق وغلقوا الشباك. طبعا السمك لا يمكن الناس تصطاده في ايه، في العمق، تيار الميه بيشيل، لكن دايما السمك يصطادوه فين؟ على الشاطئ، قريب من الشاطئ دايما كده، حاجه وهتفضل كده على طول. فقال لهم يعني ضد الطبيعه، ادخلوا الى العمق وغلقوا الشباك. بطرس الرسول طبعا مش عاجبه الكلام، يعني مش عاجبه، مش يعني الخبره بتاعته في صيد السمك مخه مش جايبها. فقال له يا سيد تعبنا الليل كله ونفس الشيء، ولكن ها على كلمتك ايه؟ برافو عليك، نلقي الشبك على كلمتك بس، لكن بالخبره وبالعقل ما ينفعش. دخلوا جوه في عمق البحر، رموا الشباك، قال لهم ارفعوها، ده الشيء الطبيعي، الصيد لما يرمي الشبكه بيستنى عليها ايه؟ وقت، بيستنى عليها وقت، ساعه اثنين ثلاثه على الاقل مثلا يعني. على ما اعلم، لكن مش ارمي الشبكه تطلع ليه السمك هيجري جاي. فرموا الشبكه، قال لهم شدوا الشبكه، يشدوا السمك مش قادرين، افتكروها ايه؟ شبكه في حاجه، نزلوا غصوا لقوها مكدسه سمك، الى درجه ما قدروش يطلعوها، فاستعاروا بالسفينه اللي كانت جنبهم، تعالوا طلعوها معانا، طلعوا السفينه، اتملت السفينتين ولا سفينه واحده؟ سفينتين، لدرجه ان بطرس الرسول صرخ وقال له اخرج من سفينتي يا رب لاني رجل خاطئ. يا رب خلاص، عرف ده الله المتجسد. ابا كيسه يفسر الجزئيه دي تفسير رائع جدا، يقولوا ايه؟ لما المسيح المجد قال للتلاميذ ادخل العمق ولقوا الشباك، فإرادته، فكانت إرادته اللي ما أعلنهاش، إن السمك لما يسمع، لما يعرف إرادة المسيح المجد اللي خلقه، لأن به كان كل شيء، السمك هيدخل لوحده. فقالوا لما السمك اللي في البحر سمع صوت الخالق، عرف إرادته إن يرموا الشبكة في وسط البحر عشان تتملي سمك، يقول لك فكان السمك يتسابق مين اللي ياخد بركة الطاعة لمشيئة الرب يسوع. يا السمك يتسابق لطاعة كلام المسيح المجد، والبشر مش كلهم، والبشر بعيد عن الكنيسة، بعيد عن المسيح، لكن انتوا من الصليب ربنا يبارك فيكم. لكن في ناس كتير جدا بالملايين بعاد عن طريق ربنا، ده مش بس عن طريق بعاد عن طريق ربنا بس، ده عملوا حولوا لنفسهم سدوم وعمورة، بس على أوحش، على أوحش.